البرنامج فرصتي واسم على مسمى، ففرصتي باعتبار أن نعتبر نحن في المشروع أن هذا البرنامج يمثل فرصة حقيقية للشباب في وضعية صعبة من أن يستفيد من مجموع الأنشطة التي ينفذها المشروع بتنسيق مع مجموعة من الشركاء سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص لتحقيق هدفين. بالنسبة للشباب الذي يعتبر في وضعية صعبة في المدارس، إن هناك شباب في المدارس ونعتبره في وضعية صعبة لأن هناك خطر الانقطاع عن الدراسة. كل عام تقريبا 300,000 طفل كينقطع من الدراسة في لاسيك اوبليغاتوار. دونك كنقولوا على كل 3 سنين كيتجمعوا لنا منيول ديال الاطفال، على كل 3 سنين منيول ديال الاطفال المغاربة كيكونوا في هذا الوضعية. في الهدر المدرسي انه متجدر هنا في المنطقة، وصلنا ل 41% ديال الهدر المدرسي اللي كتعاني منه الفتيات، و 47% ديال الهدر المدرسي اللي كيعانيو منه الذكور. هاد الظاهرة عندها أسباب ديالها بطبيعة الحال، أسباب مرتبطة بالمنطقة لأنها كتعيش على اش كنسميوه المواد المهربة، كتعيش على أحيانا على المخدرات، كتعيش بفكرة الهجرة، كتعيش تفككات عائلية، كتعيش الفقر والتهميش، وهذه الظواهر كاملة عندها إفرازات ديالها. من بين الإفرازات ديالها هو هاد الشباب اللي كيضيع. بالنسبه ليا انا في الاول كنت دهشانه، وكنقول انا محال واش نقدر نعمل هذا الشيء هذا، ولكن ملي جوزنا داك التكوين وجينا في حالنا وبدينا كندربوا، ملي دخلت يعني عادي جاز لي داك الشيء مزيان. واحد الشخصيه، واحد التقنيه التعامل مع نادم حال مثلا كمجموعه، ملي كنكونوا كمجموعه كيفاش تتعامل كيتسير معاهم، كيش تكون مثلا ترأس المجموعه، كيش تتعامل مع بنادم. فبالنسبه للشاوري خارج المدرسه فالمشروع يعمل على توفير فرص للتكوين المهني، قصد الاندماج الاجتماعي والمهني بالنسبه لهؤلاء الشباب، وايضا يفحص حتى فرص دعم بعض المشاريع الصغرى بالنسبه للشباب فوق سن العشرين مثلا، وليس لديه رغبه في متابعه تكوين معين مثلا. في عمليه التتبع ديال هاد الشباب كنحاولوا حنا باش نستقطبوا هاد الشباب قبل ما يكون ضاع بشكل كبير، نغامس في المخدرات، نغامس في التهريب، نغامس في التفكير في الهجره. اشتغلنا على إعادة الإدماج ديالو من خلال برامج ديال التكوين. هناك أسباب متعددة، من بينها أسباب اجتماعية كالفقر، وطبعا عدم الشغل بالنسبة للبطالة بالنسبة للأبوين أو على الأقل رب الأسرة، بالإضافة إلى هناك أسباب طبعا تعود إلى عدم الاهتمام بالدراسة. كون عندك واحد هاد الارقام هادي، عندك واحد العدد كبير الشباب اللي هو ما لحقش ديك التكوين، اللي هو مثلا ما توفرلوش الفرصات باش يقدر يبقى في القرايه ولا يقدر يتكون، كيكون واحد الشباب اللي هو ضاغي تقدر دير له واحد النوع ديال مانيبيولاسيون. اها يا سناير خويا اها يا كيما كيقول داك الشيء، كيقول خصو الام كيبيعوا مخدرات قدام مدرسه، حيت انت كما قلت لكم مدرسه مع الشجار والحجار موطع خاوي، كيبيعوا فيها مخدرات، كتما التلاميذ
يقدروا يتعدوا عليهم يغتصبوهم شي حاجه فحال هيدا هكا. تما خاص الامن في الحومه ديالنا وخاصنا يعدلوا لنا الطريق. الحاجات اللي يعني خصنا يعني يتبدلوا بحال مثلا يعملوا المعامله مع التلاميذ في وسط المدرسه، المكتبات يزيدوا اللي يحلوا المكتبات، دير شباب يصلحوا المدينه، يزيدوا في الترانسبور. هناك ايضا المشكل جودة التعليم، والمقصود هنا ان التعليم في المغرب لا يستجيب لمتطلبات سوق العمل. فترى مثلا في الاحياء مثلا او احد من الاقارب او من الاسرة قد مثلا تخرج من الكلية وهو عاطل عن عمل، فهو يعتبر كأنه نموذجا بالنسبة للتلميذ الذي لا زال في المدرسة، فيقول ما دام الأخ الأكبر أو الصديق استطاع أن يتمم الدراسة ولكنه عاطل، فما جدوى الدراسة؟ الحلم ديالي في هذه الساعة هذه هو أنني ندخل للتكوين ونقرا وندي الشهادة ونتما نجبر شي خدمة مزيانة اللي غادي. الحلم ديالي هو أنا بغيت نكون بعد إديكادورة سوسيال. كنظن دائما هذا بحال اللي كنقولوا هذه ماشي هو عمل، هذه واحد النوع كيفاش كتشوف الحياة. دونك انا بالنسبه لي احسن حاجه هو هاد الفرصه اللي كتعطيك هاد الخدمه هادي باش تشارك في لي ديسكوسيون دي بناء سياسات عموميه في المجالات اللي كتخدم فيهم. دونك حين كتكون عندك لابور باش انت على حسب التجارب ديالك تقدر تجلس مع ولا توصل الميساج ولا المسؤولين ولا المجتمع جينيرال. الحلم ديالي انا شحال نقول لك، ما قراتش زعما هيدا نقرا ونكون هيدا نعدل شي حاجه ديالي خاصه بيا انا اللي توصلني ان شاء الله هيدا نجوج ونعمل وليداتي وخصني نعاون العائله ديالي حيت كيعاونوني على هذا الحلم اللي كنتمنى انا نكون فيه. وتا اذا ما جابش الله في القرايه كنتمنى هيدا شي خدمه ولا شي حاجه، المهم خصني نكون شي حاجه ما نكونش في حد اللي كنشوف ضايع. برنامج فرصتي هو فرصة ثانية للتلميذ المنقطع. كنتمنى أن حتى شي تلميذ ما نلقاوه مستقبلا أنه منقطع عن الدراسة وأنه في الشارع كيتشرد، وخصنا نسعوا جميعا من أجل عودة هاد الأطفال للمدارس.